ما أسمته الجهاد على كل من يستطيع حمل سلاح من أبناء محافظة دمار. أسعد الله مساءكم بالخير، أسعد الله مساء الأخوة المشاهدين في كل مكان. في البداية أتقدم بالتهاني الحارة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كل ربوع اليمن الحبيب وفي كل الجبهات التي تشتعل اليوم في وجوه الميليشيات الحوثية في كل من الساحل الغربي وفي صعدة بجبهتها الأربع في الملاهيت وفي رازح وفي باكم وفي كتاف والبوق وكذلك في محافظة الجوف ومنطقة أو جبهة نهب وجبهة البيضاء وجبهة تعز وجبهة لحج. كل هذه الجبهات تنبئ باقتراب ساعة النهاية بالنسبة للميليشيات الحوثية، وما تقوم به الميليشيات في هذه الفترة من محاولة الدفع أو الزج بأبناء اليمن إلى محارق الموت دفاعا عن مشروعها الكهنوتي ليس إلا إدانا باقتراب ساعة النهاية. كذلك ما تقوم به الميليشيات من ابتزاز أموال الناس ومن فرض الحصار المطبق عليهم، وكذلك ما لاحظناه خلال الفترة الماضية من زرع مئات الآلاف من الألغام وكذلك التخندق والتمترس خلف المدنيين. نعم شيخ عبد الوهاب، هي الآن تقوم بفرض على من يستطيع السلاح حمل السلاح من أبناء محافظة دمار بأنه يتجه إلى المعركة بفرض القتال عليه، ما تعليقك؟ هم يفرضون فكرة الدفع بشباب اليمن نعم. في كل المحافظات إلى جبهات القتال دفاعا عن حربهم الخاسرة، لكنني أؤكد على أنه كما خابت مساعيهم في كثير من المحافظات ستخيب في محافظة دمار وفي مديرية عتمة. ما يحصل اليوم من قبل الميليشيات الانقلابية في مديرية عتمة ليس إلا تعبير منهم مدى ما وصلوا إليه من انهيار في كثير من الجبهات وكثير من مواقع الشرف التي يقوم بها أبطال الجيش والمقاومة في تكبيد هذه الخسائر، هذه الميليشيات الخسائر الفادحة. ما يحاول اليوم أن يفرضوه على شباب وأبناء مديرية عتمة هو لا يختلف عما مورس عليهم سابقا، لكننا نثق بأبطال مديرية عتمة وغيرها من المناطق في محافظة دمار وما حولها من المناطق على أنهم سيرفضوا هذه التوجيهات التي تأتي من قبل الميليشيات في محاولة الدفع بهم إلى ساحة الموت. نحن نعرف جيدا على أن هذه المناطق معظم مناطق اليمن أصبحت ترفض التوجه مع الميليشيات، وبالتالي أصبحوا يميلوا أو يستخدموا أساليب القوة وعن طريق استخدام بعض ضعاف النفوس من بعض الشخصيات الاجتماعية والوجهات. وأنا أؤكد اليوم وأدعو الجميع على أن يستلهموا دورهم الوطني المناط بهم، أن يعلموا على أنه الخضوع والرضوخ لهذه الميليشيات ليس إلا إمعانا في إذلالهم. إذا أرادوا أن يتحرروا من بطش هذه الميليشيات وجبروتها ليس بالانبطاح لهم وليس بالانصياع وراء أوامرهم. نعم. نحن جربنا في كثير من المراحل أو معظم المناطق التي واجهت الحوثيين المناطق التي تستكين لهم لا يزدادوا فيها إلا عتوا ونفورا. نعم. ما يحصل اليوم في محافظة دمار في محاولة رفع فرض التجنيد الإجباري أو الدفع بالشباب إلى ساحات القتال ليس إلا محاولة يائسة. نحن برأيك شيخ عبد الوهاب ما هو المتوقع أن يكون رد أبناء محافظة دمار على الميليشيات؟ أنا أثق وأدعو أخوتي وأبناء محافظة دمار من شخصيات اجتماعية ومن مشايخ ومن شباب ومن مختلف القوى السياسية أن يرفضوا هذه التوجيهات، إذ لا يعقل أن يدفع الناس بأبنائهم أو يدفع مشايخ القبائل أو وجهاء القبائل بأبناء قبائلهم لكي يموتوا دفاعا عن المشروع الكهنوتي المكيد. يجب على الناس أن يقفوا وقفة رجل واحد في صد هذه المحاولات وفي التصدي لمحاولة الميليشيات الحوثية بالدفع بأبناء محافظة دمار وغيرها من المحافظات إلى محارق الموت دفاعا عن مشروعهم. ما يحصل اليوم في محافظة دمار ليس بجديد، هم بيحاولوا منذ فترة ماضية. في الماضي كانوا يلقوا في بعض المناطق بعض الاستجابة، لكن اليوم حالة الرفض التي يواجهون بها سببت لهم كثير من القلق، إذ أصبح جبهات القتال بالنسبة لهم مكشوفة، مئات القتلى والجرحى في صفوفهم والأسرى يوميا، وهذا ما ضاعف من خسائرهم. يحاولوا أن يدفعوا بالشباب إلى ساحة الموت دفاعا عن مشروعهم، لكننا نثق في أخواننا أن يستلهموا دورهم أو الدور الوطني المناط بهم.
أنتم أبطال سبتمبر وأنتم رجال الجمهورية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنصاعوا لمجموعة من شداد الآفاق ومجموعة من المجرمين ومجموعة من العصابات التي تحاول أن تجر أبنائكم إلى ساحة القتال، ولا يمكن أيضا لشخصيات اجتماعية بارزة يعرفها الناس ومن الناس الذي كنا نؤمل فيهم الخير أن يعني نعم. ما هي رسالتكم يعني شيخ عبد الوهاب، ما هي رسالتكم لابناء عتمه بالتحديد ولكل المواطنين في مناطق سيطره الميليشيات، وبرايك الى متى سوف يستمر الحوثيين في الذهاب بابناء المواطنين الى الجبهات؟ انا اوجه رسالتي لاخواني وابنائي في مديريه عتمه وفي محافظه ضمار وفي كل المحافظات على ان يرفضوا توجيهات هذه الميليشيات، وانا اؤكد لاخوتي وابنائي في محافظه ضمار على أن النصر قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. اليوم أجراس النصر تدق في الساحل الغربي أو في حدود محافظة ضمار من الساحل الغربي ومن الجهة الشرقية أيضا من شرق المحافظة، إن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا ستقرأ أبواب محافظة ضمار، وسيأتي أبناء محافظة ضمار وسيأتي الشرفاء في كل مكان لمحاولة اجتثاث هذه العصابة. ثقوا وتأكدوا على أنه ساعة الفجر قادمة إن شاء الله، وكما يقال على أنه أشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي تسبق الفجر. نحن نثق بالله سبحانه وتعالى ونثق في أبطال مناطقنا وأبطال شعبنا وأبناء شعبنا أن يقفوا وقفة رجل واحد في التصدي لعمل هذه الميليشيات، ونحن لا نقول أو نكلف الجميع على أن يصدوا لهم بالسلاح، لكن يجب أن يرفضوا هذه الممارسات، ويجب أن يرفضوا. إذا لم تدافع عن أبنائك أو عن أبناء منطقتك فما قيمتك؟ إذا لم يكن للإنسان دور في حماية من حوله أو حماية أبنائه أو أبناء مجتمعه فلا خير فيه، وجودكم مثل عدمكم في هذه الحالة إذا لم يكن لكم دور في الدفاع عن أبنائكم وأبناء مناطقكم. نعم، الشيخ عبد الوهاب معوضة رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. معاناة اليمنيين مستمرة من الألغام.